معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد أحمد، مرحبا بك. إذا الخبر الأبرز اليوم في السودان هو محاكمة رموز النظام، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ هل ترى أنها محاولة لتهدئة الشارع المنتفض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر ونحيي القناة الطيبة. حياك الله. وحقيقة الشارع السوداني الآن، كل الشعب السوداني الآن انتقل إلى مقر الأطفال، يكاد يكون لجنة حي أو قرية أو مدينة أو مؤسسة، إلا وانتقل بعضهم أو كلهم إلى قاعة الاعتصام، وذلك أولا خوفا من اختطاف الثورة من قوة خارجية أو داخلية، وكذلك حرصا على إكمال الثورة لمهامها وأهدافها، وأيضا حتى لا يعني يضبطوا قوة التغيير وتجمع المهنيين الذي يمثلهم في هذا الحراك، يحاولون أن يضبطوا هذه القوة حتى لا تشطح وتخرج من الإطار والأهداف الموضوعة. وهذا نحن نعتبر خطوات طيبة نحو إصلاح المرحلة القادمة، وسنشهد إن شاء الله انتقالا سريعا للسلطة من العسكر إلى قوة مدنية أو إلى سلطة مدنية على الأقل تنفيذية وتشريعية، مع بقاء المجلس القيادي وبقاء العسكر في هذه المرحلة لضمان كثير من تحقيق كثير من أهداف الثورة. ولكن السودانيون لا يزالون يتظاهرون أمام مقر المجلس العسكري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، بينما المجلس العسكري قال إن السلطة السيادية له وللمدنيين السلطة التنفيذية، كيف ترى ذلك؟ ومعظم الشعب يميل إلى أن يكون المجلس العسكري موجود في هذه المرحلة جزئيا أو كليا، لأن مرحلة تحديات وتحتاج إلى استرداد أموال منهوبة ومحاربة فساد، وهذه تحتاج إلى قوة كبيرة جدا مع الحفاظ على التحديات الإقليمية والمحلية للدولة السودانية. لكن أصوات كثيرة صحيح تنادي بهذا الصوت، ولكن ليس متكاملا. الآن الكرة في ملعب قوة التغيير، ينبغي أن ترفع مقترحها للحكومة السودانية. المتوقع أن تكون هذه القوة ستوافق على أن يكون المجلس العسكري موجود، ولأن المجلس العسكري أثبت للشعب السوداني أنه حريص على تسليم السلطة، والآن هو الذي يبادر وينادي ويطلب من القوة كلها أن ترفع المقترح حتى يعلن الحكومة. وكل يوم يقولون، سواء كان رئيس المجلس أو نائبه، دائما يقولون نحن مستعدون لتكوين الحكومة، ولكن قوة التغيير لم ترفع المقترح. قوة التغيير تأخرت في رفع المقترح، ربما لها ما يبرر ذلك، ولكن كان الكرة في ملعب قوة التغيير والحرية، يجب أن ترفع مطالبها عاجلة وتتحاور في قضايا الاختلاف، في محاور الاختلاف، حتى يتجاوزوا هذه المرحلة، لأن استمرار الاعتصام هكذا يعطل مسيرة الدولة وربما يكون له آثار سالبة على مسيرة المرحلة الانتقالية. طيب، ما تفسيرك لتأجيل قوى الحرية والتغيير إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية؟ ربما لمزيد من التشاور، وربما لاختلاف في وجهات النظر بين هذه الأحزاب. تعلم أخي، هذه القوة تضم أكثر من 20 حزبا، وهذه الأحزاب كلها أيديولوجية مختلفة عن الأخرى، بعضها طائفية، بعضها إسلامية، بعضها يسارية، فأكيد ستكون هنالك تظهر بعض الخلافات او الاختلافات في وجهات النظر، واعترفوا هم ايضا بها في المؤتمر الصحفي بان اكيد هناك اختلافات، ولكن ترتقي الى مستوى المشكله او الازمه. ايضا الان بعض الاصوات كانت تنادي ببعض المطالب، ولكن الان بدات تتراجع. اذا هنالك ضغط حتى من الاعتصام لهذه القوه، قوه التغيير، أن تتنازل عن كثير من الخطوط التي اتهجتها، من بينها أنها تسعى إلى انفراد الحكم منفردة بالسلطة دون عن الأحزاب الأخرى. هذا له تأثير سالب على مسيرة هذه القوة، وكذلك الفترة الانتقالية التي حددت 4 سنوات، فهنا المجلس العسكري حدد في 2 سنوات، هذا تناقض كبير جدا ويشكك في مصداقية هذه القوة. هذا كله ضغط يجعل التأخير وارد. ماذا يعني أيضا، ما تفسيرك لاستقالة 3 أعضاء بينهم رئيس اللجنة السياسية المعنية بالتفاوض مع المعارضة؟ يعني إلى أي مدى سيؤثر على موقف المجلس العسكري؟ هو طبعا حتى الآن المجلس العسكري لم يقبل هذه الاستقالات، ونتوقع أن لا يقبل، لأن هو اللجنة السياسية عملت بتكليف وتوجيهات مباشرة من المجلس العسكري،
المجلس العسكري نفسه أعلن أنه في على مستوى واحد من كل القوى السياسية لا يميز بينها، لأن الثورة هذه قام بها الشعب السوداني كله بانحياز الجيش السوداني إليه مع إدارة تنظيم من تجمع المهنيين. فنقول كل الشعب السوداني اشترك في إسقاط هذا النظام ولا يدعي أحد ملكيته لهذا الشعب. صحيح تجمع المهنيين أخذ الشرعية من الثورة، ولكن هذا لا يعني أن يكون منفردا في هذه الدولة حتى لا يستعدي القوى السياسية الأخرى. وإن كانت بعض القوى السياسية حقيقة التي اشتركت في حكومة الحوار الوطني، هذه القوى غير مقبولة لدى الشعب السوداني ولدى قوى التغيير، لأنها هي التي سببت في فشل النظام وإسقاط النظام. لكن هناك قوى أخرى كانت ليست لها شراكة مع النظام وموجودة في الميدان، إقصاؤها يؤدي إلى تأثيرات سالبة، يكون هناك استعداء لقوى التغيير، يكون هناك حشود أخرى تأتي ثورة مضادة، يكون هناك استقطاب حاد، كله يؤثر سلبا على هذا الجو. ونتوقع التجمع المهنيين أو قوى التغيير أن تتراجع عن هذا الخطوة، تسعى لوحدة القوى السياسية وشراكتهم في كثير من القضايا. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، أكاديمي المحلل السياسي الدكتور محمد أحمد.